اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأسمي بحمد موارد من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى العسرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع واستنجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاها وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا تعلى المسامع بعلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإن لا حول ولا قوة
اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم.